صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2020 بإضافة مادة جديدة برقم 62 مكررا إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 جاء فيه. تضاف إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 مادة جديدة برقم 62 مكررا نصها الآتي: استثناء من أحكام هذا القانون يجوز إنشاء أندية في شكل شركات تجارية وفقا لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 على أن يتم قيدها في السجل المعد لذلك بالهيئة الإدارية والمختصة بعد صدور قرار من الوزير المختص. كما يجوز للأندية تغيير كيانها القانوني إلى شركات تجارية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع الوزير المعني بشؤون التجارة قرارا بتحديد شكل الشركات التي يجوز للأندية اتخاذها والقواعد المنظمة لعملها بما في ذلك قواعد العمل الفني والإداري وآلية الرقابة عليها، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات التجارية.